مرحبا، أنا اسمي لينا عجلات من الأردن. أنا بشتغل صحفية وبشتغل بالنيو ميديا وبفريق لويب سايت اسمه حبر.com، وهيك شوي مرات بدرس ديجيتال ميديا. ف بدي أحكي شي شوي بيرسونال، إنه أنا بالأصل كنت دارسة هندسة كهرباء، وبعدين حولت صحافة لأنه طول عمري الباشن تبعتي صحافة، بس بحب التكنولوجيا كتير. وأصلا من أيام الهندسة كنت أنزعج إنه البنات كتير قلال، والبنات بالكهرباء كتير قلال، والبنات اللي بتخرجوا من الكهرباء أو الكمبيوتر ساينس أو هالأشياء برضو ما بيشتغلوا فيها، يعني مع إنه أنا عملت نفس الإشي. بس يعني فهاي الأشياء دائما في بالي. فلما يعني إيفنت مثل هيك، أول شيء شخصياً كتير شجعني، هيك برجع بشعل فيه الحماس للتكنولوجي، لأشياء معينة. هلأ يعني إن شاء الله إني أطبق الأفكار اللي عم أحكيها هلأ، بس متحمسة أرجع مثلاً على عمان أتعلم شوية PHP MySQL، وبدي أستكشف الجيكويري والJDB وإشياء إلها خاص بالعربي كونتنت على الويب سايت، وكيف الانترفيسز تبعت العربي والإنجليزي. أما أنا كتير مهتمة بموضوع المحتوى العربي على الإنترنت، وهي من الأشياء اللي إحنا مهتمين فيها بحبر.com. فكتير الملتقى أعطاني أفكار من هاي الناحية، كتير في مشاريع ملهمة كانت ومحمسة. يعني بصراحة أفكار كتير، يعني من ناحية تقنية في كتير أشياء حابة أشتغل عليها، بس كمان يعني متعلم من دروس بعض، المخيمات التعبير الرقمي في مصر، الحملات ضد الرقابة الإلكترونية في تونس، مشاريع يعني بيشتغلوا عليها الصبايا في أكتر من محل. فمهم إني يعني بضلني كل فترة وفترة هيك بيشتعل حماسي للتكنولوجيا أكتر وأكتر.